بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وأصحابه الطاهرين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. بيان صادر عن المجلس العسكري في محافظة السويداء. طوال 40 عاما عمل النظام الحاكم على عزل جبل العرب الأشم وقتل روح النخوة والشهامة التي يتمتع بها أبناءه بأسلوب انتهجه مع كل المحافظات السورية، أملا في القضاء على تاريخ كامل من اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع السوري، وخاصة ما يسميه النظام بالأقليات، واضعا كذلك أبناءهم في مواجهة مع باقي أبناء الشعب العربي السوري العظيم. ولن ننسى ما فعل النظام في أحداث عام 2000 واحتلاله لمدينة السويداء عبر دباباته وعصاباته وقتله للأبرياء. ولذلك وحرصا منا نحن أبناء جبل العرب على متابعة ما قام به أجدادنا من بطولات رفعت راية الوطن وعزته وكرامته، تم بعون الله تعالى إعادة تشكيل المجلس العسكري الذي يشرف على أعمال كتائب الجيش السوري الحر في محافظة السويداء. وقد وضعنا نصف أعيننا تحرير كل شبر من سوريا الحبيبة من شبيهة هذا النظام وعملائه. ولذلك فإننا ندعو كافة الشباب من أبناء هذه المحافظة من عسكريين ومدنيين بالانضمام إلى إخوانهم في الجيش السوري الحر والعمل في الحراك الثوري تحت راية الوطن الواحد لرد الظلم عن شعبنا الأبي وإعادة شموخه من جديد. عاشت ثورة الله أكبر، عاشت سوريا حرة أبية، والله ولي التوفيق. المقدم حافظ جاد الكريم فرج، قائد المجلس العسكري في محافظة السويداء، 22 من شهر شعبان 1433 هجري، الموافق ل 12/7/2012 ميلادي.